الاف، وهذه الالاف 90% او اكثر منه هي مستورده من دول خارجيه، مثلا الولايات المتحده، البرازيل، الارجنتين، دول البحر الابيض المتوسط، بعد دول البحر الاسود. وهذا الاستيراد ديال هذه المواد هي فيها تكلفه اضافيه من النقل ومن ضرائب جمركيه، ومن واحد كيجعل التكلفه ترتفع، وكذلك كيجعلنا دائما كنتاثروا بالتقلبات ديال الاسواق. بعض المرات ملي كتدخل للصين تشري شي مواد بحال الذره ولا الصوجه من الاسواق العالميه، يرتفع الثمن بشكل مهول، وكيجعل ثمن التكلفه عندنا كيرتفع. بالنسبه كذلك السوق الوطني بعض المرات كينخفض، مثلا اليوم سوق الجمله 68 سنتيم، وثمن التكلفه ديالنا 75، وحنا كمنتجين تنبيعوا عاد البيع الشري اللي كيدير السوق، اذا نبيعوا بثمن اقل. هذا السوق اللي كيتحكم فيه العرض والطلب بعض المرات يكون فيه اشكال، وتيكون فيه ضرر للقطاع، واللي تنحاولوا نعوضوه باوقات اخرى مثل رمضان او اوقات اخرى اللي كيكون فيه الثمن مناسب، باش يمكن يكون عندنا واحد المعدل اللي يمكننا السنه ديالنا نخرجوها على خير وبخير. كذلك التصنيف ديال القطاع ديالنا ضريبيا هو مصنف كتجاره بالجمله، وحنا منتجين ننتج بالعالم القروي، وكنتجو دجاج اللي هو بحاله بحال البقر، بحاله بحال العجول، بحاله بحال الغلب، اللي هما مصنفين فلاحه، وحنا تؤطرنا وزاره الفلاحه، ترخص لنا وزاره الفلاحه، ما كنعرفو الا وزاره الفلاحه بجميع المعاملات ديالنا المهنيه، ولكن ملي كنجيو للضريبه تنتصنفوا كتجار وكنتصنفوا كصناع، وهذا فيه حيف وحيف كبير. اذا هذا الاكراه الضريبي حتى هو تيبيناليزي السيكتور وتيعطيه اعباء مضافه. كذلك بالنسبه للتصدير، حنا امامنا وحدانا سوق كبيره اللي سيدنا الله ينصرو فتحها لينا وهذا، ولكن بالنسبه ملي كنجيو الترونسبور فيه مشكل كبير، واللي الدول كلها اللي منافسه لينا وكتدخل لهاد الاسواق عندها دعم في النقل، عندها دعم في النقل، الدوله كتدعم المنتجين باش في النقل باش يبيعوا المنتوج ديالهم في هاد الاسواق، وحنا الدعم اللي عندنا اما ضعيف واما منعدم. مثلا الدجاج البيض ما فيهش كاع الدعم ديال النقل ديال الاسواق الخارجيه. شكرا.